تراهن قيس سعيد ربما ما زال يحظى بدعم الناس اللي طلعته او الهندسة الانقلاب، نحكي المنظومه القديمه، نحكي القوى الصلبه، نحكي القوى الاقليميه والخارجيه، ما زالت تراهن على قيس سعيد اليوم بعد تجربه نتاع 3 سنوات ربما تقييمها يكون تقييم سلبي لها في مقادير. انا اللي الملخص بالنسبه لقيس سعيد، بالنسبه لي قيس سعيد كانت عنده مشروعيه انهاها هو بنفسه. قيس سعيد صوته قرب 72%. اي يعطيك صح، يعني مشروعية عالية. أي. هو أنهاها، هو فرط فيها، هو فرط فيها حينما انقلب على الدستور الذي أقسم عليه، هو اللي فرط فيها. هو فرط فيها مش على خاطر انقلب على الدستور، لأنه فشل في إنجاز ما وعد به الناس، هكا علاش فقد الشعبية نتاعهم. لا لا هو لا خلينا لا لا قلت لك خلينا، أنا بالنسبة لي هو فرط فيها، هو اللي فرط فيها، هو اللي فرط فيها باش يحط روحه على ذمة انتخابات مش عارف معناها كيفاش يحب يخدمها، معناها من غير منافسين بمنافسين راهو ثم منافسين بال 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 بجرد الحساب نتاع الانجازات، جرد الحساب نتاع الانجازات راهو ما ثماش باش بالاجهزه الصلبه. اي بالاجهزه الصلبه يمكن يمكن اسبيرون بيان. لا وقتها شكون عمل؟ وقت يكون فرط في مشروعيه ب 72% وحط روحه رهين الاجهزه الصلبه ومازال يتمتع بدعم الاجهزه الصلبه في تقديرك؟ ما والله ما نحبش انا كون شوف انا 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 في السياسي تقليد في تربيتي السياسيه، تربيتي السياسيه ديما عندي حرج في الحديث على المؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه وديما ما عنديش علاقات، ما انا ما عنديش علاقات دولوسوس مش بالمعنى الانساني طبعا، فيهم فيهم ناس هم اولاد شعبنا، فيهم ناس اصحاب جيراني يعني وحبابي عادي اما ديما انا ما يمكن ويمكن سذاجه راي مني راه ديما يمكن ما اخذيتهمش في كمعطى في التحليل ديما ما خليتهمش لاني انا قناعتي العميقه هو ان الاجهزه هذه يجب ان لا تتدخل في الشان السياسي وانها اجهزه يجب ان تكون معناها محايدة. معناها معنيه بتطبيق القانون يعني ومحيده، محيده بالمعنى العميق، محيده يعني في عقيدتها في انها في انتمائها للعلم وفي انتمائها للجمهوريه والقيم الجمهوريه. فما ما عنديش تقدير احقاق الحق ما عنديش تقدير ما عنديش تقدير اما انا اعتقادي حتى الناس اللي راهنا معناها على قيس سعيد واللي اعتبرت 25 يجي لي فرصة واللي هو النظرية راه انا ما اعتبرتهاش فرصة راه حقا انا من الاول قلت مفرداته انقلاب جزء من السلطة على بقية مكونات هذا بعد الامر 117 في بالي لا قبل لا 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 قبل لا قبل انا وكان هذا سبب مشكلة كبيرة في حزبي وقتها على كل ما هي توضيح للتاريخ لا لا للتاريخ لا للتاريخ لا للتاريخ وخرجت انا موثق هذا في الاعلام انا موثق انا خرجت في بالي وقتها في شمس فهم تقريبا كان مش غلط خرجت مباشره يمكن بعد نهارين وثلاثه انا قلت راهو سياسي ما عنده وقتها قالوا لي على الفصل 80 قلت يا ودي ما عندهاش علاقه بالفصل 80 انا ما تغلطوناش قالوا لي فقهاء قانون دستوري ما يستحقش فقهاء قانون دستوري هذا يستحق واحد يقرب العربي انا نقرب العربي ما عندهاش علاقه معنا لكن يا سيدي فهمت انا وقتها اتفهم وقلتها في الاعلام قلت سيدي نتفهم لي ربما اعتبروه فرصه برغم انا ما اعتبرتهاش لكن قلت بالك ان شاء الله نطلع عني غلط قلت هو باهي سيدي اذا كان فرصه فيقينا ان اغلب الناس وعدت واحستها حتى اللي يمارس في نوع من الجحود حتى اللي ينكر ذلك احست ان هذه الفرصه تبددت حتى اللي ناخذوهم بالنوايا الطيبه خلينا من الطماعة والانتهازية واللي يحب يدبر حويجه خلينا من هوك لا حتى كي ناخذ الناس على بحسن الظن معناه وحسن الطوية حتى الناس اللي اعتقدت ان كان يمكن يكون فرصة او الناس اللي كرهت حالة الانسداد اللي كنا فيها يظهر لي انا حبش الغيمة تبدد الوهم تبدد ما ثماش انجاز ما شنو مثلا هكا علاش السلطة تلتجأ للمقاربة الأمنية وستلتجأ اكثر ستلتجا اكثر لان اللي ما يلقاش حلول وتكثر مطالبات الناس واحتجاجات الناس باش بيواجه بالامن واضح واضح معناه يعني عرفت تو بن علي قلت لهم انا كان يوزع حاجتي كان يوزع نوع من الريع منها نوع من لارونت معناه نوع من المردود يوزع يعني ثم نوع من الرخاء النسبي يتوزع ويوزع القمع اي تو شو اللي بيتوزع القمع فقط ما ثمش حاجه على كل ما نشوفش في حاجه اخرى انا بالحق ما انا ما نشوفش في حاجه اخرى انا والله تمنيت نكون غلط يا سيدي لا ثم حاجه اخرى هي الوهم بيع الوهم مقاومه الفساد شركات الاهليه هي يعني شوف انا قلتها مثل الشعبي عندنا يقول حبل الكذب قصير يبدو لي هذا حبل الوهم قصير وحبل العبث قصير كل حبل قصير خلينا كلمه اخيره سي محمد الحبل الطويل
الحبل الطويل هو الحبل الطويل هو الرجوع الى الجدة والرجوع للحق، رجوع الجدة والرجوع للحق. هذا يتحمل يزمو جرأة ما. لا يزمو شجاعة. أنا قلت لا أستحي من توجه قيس سعيد بخطاب واضح كما قالوا فيه، هما يحب مأثورنا ويحب عمر ويحب في المأثور، قالوا لا خير فينا إن لم نقولها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها، لا خير فينا إن لم نقول لكم أن الثنية هذه غالطة وما عندها وين توسط، ولا خير فيكم إذا ما سمعتوهاش. معنى في نهاية الأمر أنا لكن ما عنديش أوهام، ما عنديش أوهام. إيش معناها ما عنديش أوهام؟ معناها رجعوا على الطريق الخاطئ، نكون فرحان لان خرجنا من الغلط بقل كلفه على البلاد معناها والعباد الواقع. ما رجعوش احنا ولدي رب الناظلوا على بلادنا، ورانا مواطنين ورانا ملاكه مش كرايه في البلاد، راهو وراهو مش في العمر هذا بامثالي والغيرهم معناها. وبعد ثوره، بعد ثوره كانت زلزال في المنطقه العربيه، وفعلا كانت ممكن تخرج العرب من الثقب الاسود هذا ثقب الاستبداد وتدخلهم للتاريخ الحقيقي، مش في العمر هذا وبعد الثوره هذه راهو سنستكين، راهو بنقاوموا بنفارعوا بنناضلوا، اذا تغلبنا راهو بنتغلبوا بكرامه احنا، راهو حتى حكم الغلبه نواجهوه بكرامه وبمسؤوليه وبتجاهر. نحن لا نتآمر، نحن نجاهر بمواقفنا، نمارسها في جلساتنا الخاصه في جلساتنا العلنيه في الاعلام. إذا كان هذه أدت بين الكذا مش مشكلة. في 30 ثانية سمح الله، مناش الأولين ومناش الأخرين وتاريخ البلاد بيتواصل. في 30 ثانية خلينا كلمة أخيرة. كلمة أخيرة والله كما قلت لك، أنا معناها إن شاء الله أولا إن شاء الله ربي يريد الخير، معناها إن شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد والعباد معناها، ويجعل هالبلاد آمنة معناها ويجنبها كل المخاطر والمزالق. الكلمة الأخيرة أنا كما قلت أنا ما نشوفش الواقع، ما نشوفش خيار لبلادنا كما ما نشوفش خيار للعرب والمسلمين إلا الحداثة السياسية إلا الديمقراطية، الباقي كله وهم وكله معناها دجل وكله أكاذيب متاع أنظمة متخلفة متاع قرون وسطى. ما عادش ثم اصطفاء سماوي، النبوات ختمت، ما عاد ثم حتى شرعية إلا إرادة الناس ولا التوافقات بين الناس. هذه هي ثنية ما عندنا علاش نأجلوا فيها، مع ان علاش نخسروا في الوقت وفي الجهد وفي وفي الضحايا وفي المضاعفات الجانبيه اللي نشوفوا فيها. اذا كان اشخاص انا كان من في السلطه يسمع الكلام هذا، ولكن ما عنديش وهم كبير، فاذا ما عندنا حتى خيار الا ان نشدوا في الثنيه هذه وندافعوا على بلادنا، وربما جايتنا مناسبه ربما تكون فيها افق تغيير ايجابي. نعم، باش نشتبكوا سياسيا مع السلطه في المحور هذا، اشتباك سياسي واضح، احنا مش متخبين، سنشتبك مع السلطه من اجل انتخابات رئاسيه حقيقيه، وسنشتبك معها من اجل مرشح يكون رافع لواء القيم الديمقراطيه، وان شاء الله ولما لا نوصله رئيس. هذا هو واضح. شكرا لك يا سي محمد النشط السياسي وزير التربيه الاسبق على كل ما افدت به، شكرا لك مره اخرى، شكرا لكم على حسن المتابعه.